ماذا تعملين؟ أنا ضابطة في القوات الجوية الأمريكية، أعمل في البنتاغون. ولماذا اخترت هذا العمل؟ لما كنت في المدرسة الثانوية زرت أكاديمية القوات الجوية فأحببتها، وعندما درست في الأكاديمية اخترت أن أصبح ضابطة لأخدم وطني. ما هي طموحاتك؟ أريد أن أعمل مع القوات الجوية في القيادة الأفريقية، وهي قيادة جديدة هدفها تحسين الأمن العام في أفريقيا. يا محمد، أنك تعمل ساعات طويلة في مكتبك، ما هو عملك؟ صحيح يا عروة، أنا موظف في منظمة غير حكومية، أقضي ساعات طويلة على الحاسوب، ولدي زملاء كثيرون في العمل، وأحب السفر من خلال العمل. عرفينا عن نفسك. اسمي سهى عراف، أنا صانعة أفلام أو مخرجة أفلام وثائقية وكاتبة سيناريو. لقد كتبت فيلمين، الأول يدعى عروس سورية سيون براي، والآخر شجرة الليمون ليمون تري. أنا اسمي رشيد مشهراوي، مخرج سينمائي فلسطيني، أعمل في إخراج الأفلام الفلسطينية والعربية والعالمية الروائية والأفلام الوثائقية أيضا الطويلة والقصيرة وهكذا. نعم، ممكن أن تحدثنا عن الأفلام التي أنتجتها؟ كمخرج من قبل أخرجت العديد من الأفلام، ممكن أن يكون عددها أكثر من 20 فيلما، ممكن من أهمها فيلم بعنوان حيفا، أو فيلم بعنوان انتظار، أو حتى إشعار آخر، أو عيد ميلاد ليلى، وأفلام وثائقية عن فلسطين، عن القدس، عن العالم العربي والأجنبي. صورت أفلامي في مدن مختلفة عربية وأوروبية أيضا، وفي فلسطين طبعا. مهنتي هي التمثيل، أنا ممثلة فلسطينية، بدأت التمثيل منذ 25 عاما، بعدها دخلت عالم الإنتاج وعالم الإخراج. حاليا أتقن مهنة التمثيل أكثر لأنني بدأت هذه المهنة منذ صغري، ولكن بعدها تحولت إلى عالم السينما وبدأت التمثيل مع عدة مخرجين من فلسطين ومن العالم العربي ومن أوروبا. أول فيلم شاركت فيه في التمثيل هو كان فيلم حتى إشعار آخر للمخرج رشيد مشهراوي، وكان بالنسبة لي هذا الفيلم جدا صعب لأنه أنا لم أدرس السينما، ولكن درست التمثيل في معهد أورانيم تابع لجامعة حيفا، ولكن التجربة كانت مهمة بالنسبة لي لأنه اكتشفت هذا العالم من خلال هذا الفيلم. أذكر أول مشهد قمت بتمثيله، يمكن تكرر هذا المشهد أكثر من 20 مرة لأنه كان أول تجربة سينمائية لي وأول مشاركة بفيلم روائي طويل. بعدها احترفت عالم التمثيل في مجال السينما من خلال مشاركتي بعدة أفلام، يعني فيلم حيفا أيضا فيلم روائي طويل، وفيلم تذكرة إلى القدس، وفيلم موسم الزيتون للمخرج حنا الياس، وفيلم مع المخرج الإيطالي سافيريو كوستانزو، اسم هذا عنوان هذا الفيلم هو خاص جدا. والتجربة هذه كانت مختلفة لأنه هذا مخرج أوروبي معروف جدا في إيطاليا، وصور الفيلم في إيطاليا. طبعا كان الفيلم باللغة العربية أيضا، ولكن صور في موقع في أذكر المدينة كاتانيا أظن المنطقة كانت تسمى، وشاركت بدور رئيسي مع الممثل محمد بكري
والعديد من الممثلين الإسرائيليين والفلسطينيين شاركوا بهذا الفيلم. أنا إعلامي أعمل في إذاعة صوت فلسطين في راديو فلسطين الراديو الرئيسي منذ عام 94 حتى اليوم. عملت في العديد من البرامج لكن من البداية أنا كنت قارئ لنشرات الأخبار الرئيسية وبالتالي تدرجت إلى أن انتهى بي المطاف الآن في البرامج الإخبارية والسياسية وفي برامج المناسبات البرامج الرسمية. لدي برنامج إخباري يومي مدته 60 دقيقة، برنامج سياسي إخباري أنا أعد وأقدمه في ظهيرة كل يوم في صوت فلسطين. أستضيف في هذا البرنامج مسؤولين سياسيين وزراء لأنه البرنامج لا يتناول المواضيع السياسية فحسب وإنما يتطرق أيضا إلى المواضيع الاقتصادية والمواضيع الأمنية وكافة القضايا الحساسة التي تهم المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى. أنا أعمل في مجال الصحافة منذ العام 87 حوالي 23-24 عام. مجال الصحافة التلفزيونية عملت في العديد من محطات التلفزة ابتداء من رويتر إلى الام بي سي إلى دبي أبو ظبي، والآن أنا يعني أملك شركتي الخاصة التي تقدم الخدمات لعديد المحطات الفضائية، إضافة إلى نفسي أنا أعمل وأقدم عديد من البرامج على تلفزيون فلسطين. ممكن أن تحدثنا عن مهنتك لو سمحت؟ نعم، أنا مظهر السمان وأعمل كنائب لرئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية بمدينة واشنطن. طبيعة عملي تتطلب مني أن أسافر كثيرا إلى البلدان العربية، جميع البلدان العربية، وذلك لتشجيع التجار في البلدان العربية والشركات العربية في البلدان العربية لطريقة التعامل الأفضل مع الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة، وذلك لتشجيع التجارة والاستثمار والتبادل التجاري. ممكن نقول إنه كل واحد تقريبا في القرية كان يمارس مهنة الزراعة وتربية المواشي، ولما نقول زراعة هذا كان يعني زراعة حبوب، قمح، شعير، عدس، فول إلى آخره، وكان المحصول الأساسي، المحصول اللي نحصل على النقد منه، زراعة التبغ اللي هي زراعة مستحدثة ما كانت موجودة عندنا أصلاً، استحدثت في بداية القرن العشرين وازدادت على نطاق واسع أيام الانتداب